أنا مستر عبد الحميد. في الفيديو ده هنتعلم حاجة مهمة جدا جدا جدا، هو لو عندي جدول فيه بيانات كتير متكررة أو بيانات داخلة جواه كتير، وأنا لو عايز أنقل البيانات دي من غير التكرار دوت أو أحطها في جدول تاني، وده عشان لو عايز أعمل بيانات تحليلية أو جدول تحليلي أو أقدر آخد من الجدول اللي أنا عايزه. عايز تعرف إزاي؟ الأول لايك سبسكرايب وتفعيل زر الجرس ويلا بينا. اهلا بيكم بقى في حلقه جديده وفيديو جديد، والنهارده هنتكلم على حاجه مهمه جدا، وان هي ازاي ان انا اعمل بيانات مختصره او اختصار بيانات بتاعتي. يعني على سبيل المثال مثلا الجوت دوت في بيانات كتير بتخش بشكل يومي، فواتير ومجتمعات وي وي وي. طب انا عايز اختصر الكلام ده في جدول النظر اللي انا بعد كده اعمل عليه تحليلات. ان انا هنا يا جماعة صعب اعمل تحليلات في كل بياناتي كتير دي كلها، فانا عايز اخد البيانات اللي انا عايزها بس واعمل عليها التحليلات. طب اقدر اعمل الكلام ده ازاي؟ اول حاجة ان انا عايز اخد هنا اسم العميل بتاعي. هنا طبعا يا جماعة ممكن يكون هنا في تكرار كتير لاسم العميل، فازاي انا اقدر على التكرار ده؟ ازاي انا اقدر اخد البيانات من هنا واحطها هنا من غير ما يكون في تكرارات؟ زي ما انت شايف كده هشام مثلا متكرر مرتين، وهتلاقي مثلا ان في حاجات كتير جدا متكررة. هنروح على حاجة لذيذة جدا ومهمة جدا، هنروح على حاجة اسمها داتا او قائمة داتا او قائمة البيانات. هندوس عليها كده وهندوس على حتة اسمها sort and filter. sort يعني ترتيب وفلتر يعني فلتر او تصفية، وهندوس على Advanced دي Advanced Filter أو فلتر متقدم. هتلاقي ظهر لك الشاشة دي. أول حاجة في الاختيار Filter Select in Place، يعني أنا هفلتر الليستة دي في مكانها. لا أنا مش عايزها في مكانها، أنا عايز أن أعمل يا جماعة Copy to another location. يعني أنا عايز أخد الفلتر أو الكلام اللي يطلع من هنا بعد ما فلتره راح أحطه في حتة تانية اللي هو المكان بتاعها هنا. طيب جميل، هنعمل ايه؟ هقول له الليست رينج او الليسته بتاعتي دي مكانها فين او منين لفين. هدوس كده وهتلاقي هو معلم لي، يعني او هو طبعا انا ممكن اعلم، انا لو هو مش معلم لي انا ممكن اعلم، بس هو هنا يا جماعه معلم لي، او هو انا فاهم انا عايز اقول ايه عشان انا كنت موقف ايه او واقف الخليه دي. طيب هنا يا جماعه في تريكه كده مهمه جدا في الحته بتاعت الادفانسد فلتر دي، وليه بتجنن الناس كتير. الادفانسد فلتر دي لما تيجي بتستخدمها عشان تطلع لك الحاجات اللي هي ايه الغير متكرره، لاحظ ان انا عندي حاجه اسمها يونيك ريكوردز اونلي، دي لازم تكون معلم عليها صح عشان اقول له انا عايزك انت تفلتري او تجيب لي البيانات بدون تكرار. يعني اي حاجه متكرر مرتين تجيب لي واحده منها بس، مش هتجيب لي التكرار بتاعها. وهنقول له يا جماعه هنقول له اهي انا عايز كابي ده فين، هنكابيه في الحته دي. طيب التركي بقى اللي انا عايز اقولها لك ايه بقى، ان انت لو جيت وعملت الليسته بتاعتك كده الاكسل هيفهم ايه؟ الاكسل هيفهم ان اول سطر او اول خليه في العمود بتاعك هي خليه، يعني خليه عنوان. يعني ايه؟ لو عملت الكلام ده كده واخترت الليسته دي كده وزي ما عملت كده واخترت المكان بتاعها هنا اهو، هنا اهو اهو تمام، وقلت له ايه تمام ان انا كوبي تو انذر لوكيشن، حطها في مكان تاني واللسته بتاعتي ايه وتحطها فين، وانا عايز الايه، انا عايز اليونيك ريكوردز اونلي الكارتير رينج، عشان بس برضو تبقى عارف ده لو انا عايز هو يدور لي بناء على شرط معين. يعني ممكن اقول له مثلا ايه، دور لي مثلا على كل الناس اسمها مريم محمود بس او كل اللي اسمهم ايمن صادق، دي حاجه تانية. بس انا طبعا مش عايز اعمل الكلام ده، انا عايز ان اجيب كل البنات اللي هي ايه اليونيك اللي هي غير متكرره بس اللي هي ايه او بدون تكرار. يعني لو اسم متكرر اكتر من مره
هاتلي مرة واحدة بس. طبعا يا جماعة، أنا زي ما قلت لك اخترت الليستة بتاعتي بالمنظر ده كده، وحطيت هنا وقلت أوكي. لاحظ إن أنت هتلاقي هشام ها مع فيفي متكرر مرتين، شايف؟ أصل سوري، هشام فتحي يا جماعة هنا ها، وهشام فتحي هنا. طب نحل بقى المشكلة دي إزاي مع التكرار؟ طبعا إحنا يا جماعة مسيطرين على البيانات، عشان البيانات هنا إيه محدودة. طبعا انت ممكن يكون عندك مع في مئات السطور او الاف، هيبقى الموضوع صعب جدا. فالمشكلة دي هحلها ازاي؟ هقول لك انا المشكلة دي تحلها ازاي. هنمسح الاول الكلام ده، هنعلم عليه وندوس ديليت عشان نمسحه. هنيجي بقى نكرر نفس العملية تاني، هنخش على تيتا او بيانات، ونخش برضو على ادفانسد. بس المرة دي بقى لما اجي اختار الليستة بتاعتي هختار من اول هنا، من اول عنوان بتاعها، لازم احط لها عنوان، او احط لها تقدر تقول مثلا ايه جدولك ما فيهوش مثلا عنوان، حط لها كده زي ايه، زي خانة داني او خانة اعتبارية. ليه بقى؟ ان الاكسل بيفهم ان اول خانة في الليستة هي العنوان، هي خانة عنوان، فبالتالي هو يا جماعة بيه بياخدها. المرة اللي فاتت لما أول ليست هشام فتحي، معرفش مش عارف مين هشام عفيف اللي في بالي ده، هشام فتحي اعتبر إن هشام فتحي ده يا جماعة عنوان العمود. فعمل إيه بقى يا جماعة؟ خدولي معايا كمان، بس هو ما يعرفش إن هشام فتحي ده يا جماعة اسم الأسامي. فبناء عليه يا جماعة لازم أعمل إيه؟ لازم آخد معايا في الليستة العنوان. ممكن ان انا لو ما عنديش عنوان زي ما انا قلت لك اعمل خليه او اي خليه كده فيك او مزيفه او ملاش لازمه، واخدها معايا من ضمن الليسته بس يا سيدي. وبعد كده اروح هنا تاني واقول له ها يونيك ريكورد، وهنا كوبي تو انذر لوكيشن، ومعلم اهو على المكان بتاعي عادي جدا، وهو كده كده كان معلمه لي، وادوس اوكي. نلاحظ كده بقى ان هو ايه جاب لي اسم العميل اهوت زي ما قلت لك ان هو بيعتبرها عنوان. وتلاقي المرض هنا ايه يا جماعه، هشام فتحي ما اتكررتش، مفيش اي تكرار في هشام فتحي. وسهل جدا بقى، سهل بقى كده جدا يا جماعه ان انا ماسح دي. طيب الخليه دي فيها ايه؟ فيها فورماتنج او فيها زي يعني لون، تمام، يعني تنسيق. مثلا اشيل التنسيق ده ازاي؟ في اكتر من شكل ممكن تشيل بيها التنسيق، كتير قوي بس مش هنتكلم فيهم دلوقتي. بس في حاجه حلوه جدا، لو انا عايز ايه، انا عايز دول معمولين بتنسيق معين، وعايز دي زيه، ها اعمل ايه؟ اعمل اتي، اروح هنا كده على قائمه بتاعت هوم او القائمه الرئيسيه، وهتلاقي في شكل كده علامة عاملة زي بتاعة الفورمات بينتر دي أو الفرشة دي، هدوس عليها كده. وإيه وهو كده لما أنا كنت واقف على الخانة دي، هو أخد الإيه، أخد الخانة دي كإيه، كهي إيه، كهي الماركة، أو ياخد منها التنسيق. وأروح أعلم على الخانة دي، لاحظ إن هو إيه بقى يا جماعة، عمل لي تنسيق هنا زي هنا. أنا كده بالتالي حفظت إن التنسيق بتاعي زي ما هو. طب انا عندي فلتر زياده اعمل ايه؟ ممكن اروح معلم على البيانات بتاعتي كلها وادوس كنترول مع اكس. كنترول مع اكس بيعمل ايه؟ بيعمل كات، يعني بيشيل حاجه من مكانها خالص. واجي اقف هنا على الخليه من اولها فاضي، وادوس كنترول مع في اللي هو ايه بينسخلي تاني، بس كده. طب يا جماعه هنلاحظ هنا اللي هو ما نسخها الجد بتاعي باظ عادي جدا، كان واقف على الخلية دي، وراح برضو في قائمة هوم وادوس على ايه اول بوردر دي عشان يحط لي بوردرز بتاعتي زي ما احنا عايزين. ودي كانت طريقة يا شباب اللي انا اقدر انسخ بيها بيانات طويلة كتيرة بدون تكرار، اخد بس الحاجات ما يكون فيها تكرار. واكب التنويه برضو يا جماعة ان انا اقول لكم ان اختصار مهم جدا انا كنت اتكلمت فيه قبل كده، ان انا لو عندي عايز اضيف عمود او اضيف سطر فبدوس كليك يمين هنا كده وبزودها. في طريقة تانية يا جماعة ممكن تعمل لي الكلام دوت، انك تقف على رأس العمود كده وتدوس كنترول
مع زائد هيروح ايه مزود لك ايه عمود، كنترول مع زائد بيزود عمود. نفس الكلام هنا على السطر، لو وقفت كده على سطر كده ودوست عليه وزي ما انت شفت كده علم على السطر كله ودوست كنترول مع زائد بيزود سطر، وبدوست كنترول مع ناقص بيشيله. نفس الكلام في العمود برضو، ادوس كنترول مع ناقص بيشيل عادي جدا تمام، وكنترول مع زد طبعا بيرجع لي ايه اي حاجة انا عملتها. انا لو مسحت ده مثلا، لو مسحت العمود بالغلط ودوست كنترول مع زد ايه مزودهولي. ده برضو اختصار الواجب لنا ننوح عليه، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات قادمة مع كمبيوتر كورسيس مستر عبد الحميد.